كنور، طيبتها بطبيعتها. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ست النكهات. لساتنا مستمرين معكم بالمرحلة الأولى، وهاي الحلقة رح تكون مميزة جدا. أول إشي نسلم على الشيفس اللي معنا لليوم، شيف يوسف، شيف تيمور. مساء الخير، كيف حالك يا شيف تيمور؟ أهلا وسهلا ستي، شو أخبارك؟ أم النور، أنت كيف حالك؟ أنا مشتاق، كويس، مبسوط، سعيد، فرحان، كل مشاعر الجميلة. الحمد لله رب العالمين. شيف يوسف العظيم، بعد الحمد لله أنا تمام. بعد الطاقة الإيجابية اللي موجودة هنا ما ضل فيها حكي، لا الحمد لله كل شيء تمام. الله يسعدك. طبعا احنا زي ما حكينا انه الحلقه هاي رح تكون مميزه لسبب انه نحن بهذا الموسم كمان فتحنا المجال للمشتركات من المواسم السابقه انهم يرجعوا يشاركوا معنا في ست نكهات بموسمه العاشر، وهاي الحلقه رح يكون في معنا متسابقتين متميزتين من المواسم السابقه. اليوم رح يكون في معنا ليلى حداد ومها الخص في المطبخ. اهلا وسهلا. اسمي ليلى جمال حداد، عمري 61 سنه. أنا حبيت البرنامج كثير لأني اشتركت قبل سنتين بالموسم الثامن بس ما حالفني الحظ، فصممت هاي المرة كمان أشترك حتى لو خسرت. تعجبني يعني البرنامج وجو البرنامج والمحكمين، يعني جو جديد. اسمي مها الخص، عمري 54 سنة، اشتركت قبل هالمرة بالموسم السابع، حبيت أعيد التجربة بما أنه فتحوا لنا الباب أنه نشترك مرة تانية. مساء الخير لليلى ولمها. مساء النور. يعني من المتسابقات كنتوا كتير متميزات معنا وأكلاتكم لسه بالبال، فأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في مطبخ ست النكهات. والله غاليين. أنا عم بحكي عن شخصية، عن نفسي، غاليين علي أنا، وأنا عندي مشكلة مع الإعداد. أنا راح أعمل مشكلة مع الإعداد بعد الحلقة، إنه دائما بحطوا الناس اللي منحبهم، الناس اللي بعزوا علينا مع بعض. يعني اليوم أنا ما بعرف كيف بدي احكي لواحد فيكم تغدرنا بصراحه. عادي عادي عادي، من الاخر نشترك السنه الجاي. السنه الجاي اذا كنا احنا ان شاء الله. ان شاء الله الله يحيينا ان شاء الله يا رب. وصلت لكم اياها القواعد، انتم عارفينها، بتشبه السنه الماضيه واللي قبلها واللي قبلها. في مكون سري ان شاء الله ما يكون من القمر جايبه شيف يوسف، بس احكي لكم شو المكون السري. معاكم 30 ثانيه تختاروا الاطباق اللي بدكم تطبخوها معانا اليوم، اللي هي مدة الطبخ 30 دقيقة مع السكن. صحيح. إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. دقيقتين ونص. لما تختاروا الأطباق بتروحوا بتاخذوا سلاتكم وبتجيبوا المكونات من السوبر ماركت. إن شاء الله. ولازم طبعاً أذكركم إنكم لازم تستخدموا منتجات كنور، سواء مرقة الدجاج الفورية أو غيرها من الخلطات الموجودة أمامكم في السلات. المكون السري لليوم لا مش من القمر. من سوق الخضرة. من سوق الخضرة كتير قريب. سهل ولطيف، بنعمل فيه كتير شغلات، بس بدكم تكونوا أذكياء بطريقة طبخه. فاصوليا خضراء بس ببساطة. كيف بدنا نكون أذكياء؟ كيف بدك تكون إيش؟ كيف بدك تكوني ذكية؟ يعني أنت معاكي نص ساعة زي ما حكى لك الشيف تيمور مع السكب، تكوني ذكية بالخطوات إن شاء الله، وما تتركي حالك للآخر إن شاء الله. يعني شو حابين تعملوا لنا أكلات؟ قولي لنا ليلى. أنا حاب أغير تقليد الفاصوليا اليخنة، يعني أوكي. كل الناس الفاصوليا بندورة ولحمة ورز، بندورة ولحمة ورز. حاب أسويها تشيكن بيكاتا مع المشروم صوص. أيوة. وأدخل فيها الفاصوليا. حلو. نص ساعة. بنص ساعة. أكيد. أكيد. ومع رز. ومع رز كمان. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب تمام. ومها. أنا بدي أعمل منغوليان بيف مع فاصوليا. حلو. ومع رز. كمان رز. طيب ممتاز، زي ما حكينا الثلاثين دقيقة كتير بمروا بسرعة، فما يعني كونوا مخططين كيف بالضبطكم تمشوا بالمطبخ حتى ما تلتحقوا بالوقت. أوكي. طيب خلاص، مدام أموركم جاهزة تفضلوا على الستيشنز، خدوا السلات وانطلقوا على سوق كنور. فصول يا شيف. هاي هاي مع لست الخضار الخضرة تبعتك. فصول يا خضرة شيف. هذه من الخضروات اللي انت بتحبها ولا لا؟ انا يعني نضيفها على قائمه الاول، نضيفها قائمه الكوسه ولا قائمه الباذنجان؟ يعني الفاصوليا الخضراء بعطيها يعني زي ما بدي اكون انا غلطان 3 من 10. هاتي عنك، اعطيني. يسلم ايديك. هاتي ايش كمان بدك تاخذي؟ ناخذ شو ما بدك كمان. هاتي يلا ناولينا. أهم إشي خلصنا، خلص بكفي مكونات.
يلا يا ست ليلى. يلا يا ست ليلى ضايل معنا 30 ثانية. طيب يا صبايا يعطيكم العافية. ست النكهات أحلى ستات. اهلا دكتوره ربا، كيف أهلاً حالك؟ اهلا تمام الحمد لله. كل شيء تمام؟ كله تمام. شو بدك تحبي تحكي لنا او للمتسابقات كمان وللمشاهدين عن فوائد الفاصوليا وكيف ممكن يدمجوها بالاكلات بطريقه صحيحه؟ اكيد. الفاصوليا الخضراء تعتبر من الخضار المميزه جدا. اول شيء قليله جدا بالسعرات الحراريه، بتحتوي على كميات عاليه من الفوليت او الفوليك اسيد، مفيد جدا للحوامل. كمان فيها فيتامين كي مفيد للعظام، فيها نسبه من الحديد ونسبه من الكالسيوم ونسبه عاليه من الالياف الذائبه المفيده لمرضى السكري واكيد ارتفاع الكوليسترول. حبيت هون كمان انه كميات خضره اضافيه بالطبق، شكله في بروكلي واشياء ثانيه، فان شاء الله يكون معزز بالقيمه الغذائيه وننتبه للزبدة. لا لا مش كلها مش كلها. تمام. وبرضه هون كمان استخدامات الفاصوليا حلو مع طبق متكامل مع كمية نشويات وبروتين، فموفقين. أشكرك دكتورة على هالمعلومات القيمة وإن شاء الله يستفيدوا منها الصبايا. شكرا لك. بالنسبة لحلقة اليوم أكيد رح تكون من الحلقات المميزة لسبب بسيط، إنه المشتركات كانوا مشتركين معنا بمواسم سابقة أوريدي، بيعرفوا الرولز تبعت البرنامج وكيف هو المطبخ، فإحنا بنتوقع منهم إن شاء الله اليوم يكون يعني حلقة غير شكل. مها وليلى اختاروا وصفات بسيطة، يا ترى مين رح يكون طبقها مميز؟ خلينا نشوف بعد الفاصل. ست النكهات أحلى ستات. يعطيكم ألف عافية مها وليلى. لو سمحتوا بدنا نستعرض الأغراض اللي جبتوهم من كنور ماركت، حطوهم أمامكم ونبدأ مع مها. تفضلي مها. أوكي. رز بسمتي. أوكي. ولحمة، زنجبيل وثوم، بصل أخضر والفاصوليا، عسل ونشا، صويا صوص وسكر، وراح أستعمل بودرة بنكهة اللحمة. حلو. أوكي. مقاديرك بسيطة ولكن الطعم إذا كان 100% رح يطلع معك ممتاز. ست ليلى تفضلي. نعم. لو سمحتي. مشروم، فاصوليا، بروكلي، طحين، زبدة، ليمون، خبز تورتيلا، ثوم، بصل، بقدونس ورز. تمام التمام. طيب صبايا، بس بدي اطلب منكم انه اي شيء بتخلصوا منه تشيلوه من امامكم حتى يكون كله واضح لنا على الكاميرات وللمشاهدين، ويعطيكم الف عافيه وبتقدروا تبدوا تفضلوا. طيب ست ليلى وست مها. نعم. بدي احكي نقطه وانتم عم تطبخوا اسمعوني رجاء رجاء رجاء. كملوا طبخ، بس بدي احكي شغله عن عبر عن مشاعري بس. انتوا التنتين ما شاء الله عليكم، احنا جربنا طبخاتكم لما قدمتوا على البرنامج واحنا بنعرف ايش بيطلع منكم شغل حلو. فاليوم انا ما بهمني مين راح يضل ومين راح يغادر عشان بعرف انه انتوا قوايا، بس انا اليوم بدي انبسط معكم بالمطبخ وبدي مشاهدين يشوفوا ايش الشخصيات الجميله الموجوده عندكم، وبدي اشوف المشاعر خاصة عندك ست مها. إن شاء الله بدنا مشاعر تروجينا، المشاعر القوية في الطبخ إن شاء الله. وأكيد ست ليلى بدنا الشخصية ما وراء الكواليس إن شاء الله. ها إن شاء الله هي كويسة إن شاء الله. يلا يعطيكم العافية. نرجع للشيف يوسف نقول له كيفك شيف، شو أخبارك؟ يعني نبدأ نطبخ؟ ها نبدأ؟ يس. إحنا وصلنا دقيقتين بلشين. لا ما حكيتوا ابدو. ما قالت تفضلوا. ما حكيتوا لنا ابدو. حكينا والله. دقيقتين والله. دقيقتين ستي ليلى. نرجع كمان مره نرحب بالشيف يوسف. كيف حالك اليوم؟ انا كويس. ممتاز. اليوم انتوا باللباس الاسود، انت والشيف ديما، وانا باللبس الابيض. ف حابب تحكي لنا معلومه حلوه جديده اليوم شيف؟ لا مش حابب احكي معلومه جديده. مش حابب احكي معك. انا بدي احكي لك شغله لفت نظري، انه احنا اليوم في عندنا مطبخين مختلفين. حلو. عندك بيكاتا. اوكي. عندك منغوليان. حلو. فعندك اوروبي. صحيح. وعندك اسيوي. حلو. صحيح. وهذا السؤال اللي طلع في بالي اسالكم اياه، ايش مطبخكم المفضل انكم تطبخوه وتاكلوه؟ أنا عم بحكي معك شيف ديما. أنا أنت أقرر مين بدك، أنا ولا شيف ديما أول؟ هلا بالنسبة لإلي أنا بحب المطابخ اللي فيها نكهات قوية وبهارات واضحة. بحب كثير الهندي، وبحب كمان المكسيكي.
لأنه بحب كمان قديش فيه تنوع أو قدي ممكن أنت من أشياء بسيطة تفرع أكتر من وصفة. بس كأكل إيش بحب أنا أكل؟ أكيد بحب مطبخنا العربي، ولكن بحب أتفنن بالهندي والمكسيكي. وشيف تيمور؟ أنا مطبخ الأمريكي. لا بناش نحكي على العربي، كلنا بنعشق العربي، لكن الآسيوي أنا بنظر أنا بعشق. ليش؟ لأنه سريع ونكهات كبيرة وفيه كل المكونات والمقرمش والعادي والشوربات وإيك بعطيك. يعني أنت ما تروح مطعم صيني تطلب 5-7-8-10 صحون، كل واحد بعطيك نكهة، كل واحد بعطيك هيك لون، كل واحد بعطيك مكون شكل. وإنت شيف؟ طب أنتوا تركتوا أوروبا ليش؟ لا يعني أوروبا؟ هو شوف مثلا بحب الإيطالي يعني، بس إنه خلص الإيطالي بيسك يعني، عندك الصلصات أو الاستخدام مثلا زيت الزيتون، البندورة، الطازة، هاي الأشياء أنا بحب. yes. وأنا يمكن لأنه شوي ببعد عن الأشياء يعني الباستا أو الكربوهيدرات، فعشان هيك بفضل دائما الأشياء أنا بحب الحر صراحة. بحب البهارات القوية. شو أنت ما قلت لنا؟ أنا كأكل بصراحة بحب أكل المطبخ العربي أكيد، يعني مطبخنا إحنا اللي تعودنا عليه، اللي ربينا عليه، يعني خلينا نقول هو أكتر مطبخ بحب أكله. بس بالطبخ حسك إيطالي بتحب الإيطالي كتير والفرنسي كتير. والله هم المطبخين الواحد بيستمتع. هو تعرف شف بحس المطبخ الفرنسي يمكن ما في كتير معلومات عنه بمجتمعاتنا خلينا نحكي. أكيد. فإيش بتحس الأشياء اللي بتميزهم غير عن الدسم والزبدة والصوصات يعني أو الصلصات، ولكن شو كمان بيميز المطبخ الفرنسي؟ هلأ هو المطبخ الفرنسي هو أساس المطبخ، هو اللي طلع منه كل المطابخ التانية، المطابخ المعاصرة خلينا نقول. فيعني حتى اللغة اللي احنا بنستخدمها بالمطبخ وأسامي الشغلات اللي بنستخدمها هي مسميات. كلها مسميات أيوة فرنسية. صح. هذه ليش حلو طبخه؟ لأنه كتير معقد. المطبخ الفرنسي طبخه كتير معقد، في خطوات كتير، في مقادير كتير. البريسيجن تبعهم، الدقة بالشغل تبعهم، والصوصات تبعتهم هي أكتر إشي الواحد بيستمتع في طبخها وبأكلها. ما بعرف إذا شيف تيمور بوافقنا الرأي. إلك على الفرنسي شيف؟ أنا بوافق أي إشي بتحكوه، بس بدي أطلب طلب واحد بعد إذنكم شيفات. لا ست نهى ولا ست ليلى. نعم. من أحد قواعد برنامج الجلوفز. نعم الكفوف. هلا بدي ألبس بس. يلا يلا يلا. يا جدي يعني أنا بدي أخش معاكم. بضوي واحد بطفي واحد. ها؟ بضوي واحد بطفي واحد. أنداري عنه الغاز هذا. حدا يجي يسوي لي اياه. حدا يجي يسوي لي اياه، تفضل شفتي. راح انا تؤمري. حدا يجي يسوي لي انا جاهز ستي. جاهز انا يعني شغلتك. بقدرش اقولها لا. هو بكيف بس ينزل على المطبخ، هيك بحس. يا سلام. بس لما يعني يصير يضله هناك طول الوقت. هاي غالية. دير لي هذا على عمش اعلى شيء. هذا؟ اه. انت ما لقيتي اصغر من هذا؟ احط. وين تروحي في هذا كله؟ ما يهمك. طب في اصغر؟ ما يهمك. ما يهمني؟ طب بدنا نستعمل العين الكبيرة بصير؟ اه. هذا بننقل هذا. هذا بننقله قدام. هذا بننقله قدام، شو رأيك؟ بتعتب معلقة كذا. ايوه. قل لي هذا على الخفيف. هذا قد ها على الخفيف؟ حاضر يا ستي. هي حطيت لك اياه على 5. خليه يغلى شوي. خليه يغلى، ماشي. وهذا بدك اياه يغلى كمان؟ اه. حاضر. وهذا كله عتس. كله يغلى؟ كله عتس. راح نولع في المطبخ احنا اليوم. يلا ها. كله 9. شيف تيمور. كله 9. صار مارق 10 دقائق يا شيف. كله 9. انا شو اساوي؟ وبايدي انا؟ بدك مساعدة؟ قطع جيلي. شو بدك؟ انا جاهز. يا ريت. كله انا جاهز. يا ريت يا ريت. تقول لك يا ريت. ابشري. يلا يا صبايا. انت ايش بدك تعملي بالصينية الكبيرة ليلى؟ تشيكن. اوكي، والتانيين للمشروم والاشياء. يعني اذا بتقدري تختصري عين عشان ما تاثر على حراره التانيين. لا ان شاء الله. ان شاء الله. هي كله بغلى. مها، ايش حسيتي تغير عليكي من وقفتك عند الستيشن بهذا الموسم عن المواسم السابقه؟ والله يعني اكيد هو مجربته واريح، بس التوتر زياده نفسه؟ عندي زاد. زاد عندي بصراحه. والله. ليش زاد؟ مش عارفه ليش. مش عارفه فينا متعوده علينا. ايش السبب؟ مش عارفه ليش بصراحه، بس كثير توترت. مش عارفه يعني
بدك نبدل انا والشيف يوسف؟ انا بقول لك يمكن ليش. لانه القوانين تغيرت. لا هي انا بقول لك ليش، لانه انتم وصلتوا معنا لمراحل متقدمه بالضبط، ولانه انتم صار عليكم يعني ما بدي احكي العين ولكن فعليا لانه صرتوا تشتغلوا على السوشيال ميديا وعندكم صفحات طبخ وبتنزلوا وصفات، فصرتي حاسه انه ليفل او سقف الليفل تبع المنافسه عندك عالي. بالضبط هو هيك، ولكن انت قدها انت وسط ليلى ان شاء الله يا رب باذن الله. خالتي ليلى ليش ناديك ستي؟ ناديك خالتي. تفضل. خلينا بقول لك خالتي، يعني في نوع من انواع الرجاء، يعني انا بترجاك خالتي البسي جلبس. سوري ما نسيت والله قواعد يلا يا والله خالتي. يلا ست ليلى رجاء ولا يهمك يلا. ان شاء الله عشاني بس عشاني بلش يكتب الشيف يوسف. شيف يوسف بلش يكتب، بلش يكتب اقوال، بلش يكتب اقوال. شيف يوسف طيب حب اقول لكم يعني الشيف يوسف كل ماله عم بيصير صارم اكثر بوضع القوانين. لا بالذات للي شاركوا بالبرنامج من قبل وعندهم هذه خلينا نحكي التجربة. نعم. المفروض انه هاي التجربة يكون اوكي صحيح في عليهم لود كتير زي ما انتم حكيتوا قبل شوي لانهم هم صاروا يعملوا شغلات وعندهم هاي الاكسبيرينس، لازم يكونوا عارفين قوانين اكثر. المفروض انه يكون الموضوع جوا المطبخ اسهل، المفروض لانه في خبرة من قبل يتعلم منها واحد يستفيد منها. برضه بوتر 30 دقيقة بوتروا يعني. أكيد 30 دقيقة بوتروا، أنا متأكد لو أنا أنحط بهذا الموقف راح أتوتر. يعني أي حدا بنحط بهذا الموقف راح أتوتر. إيش بدك تعملي؟ نزلكم ضد بعض أنت وشو؟ أنا ما عنديش مشكلة. إيش المكون؟ إيش المكون الرئيسي؟ أنا بخسر حالي. مفاجأة. لا لست أنا بخسر. أنا بخسر حالي. أنا بخسر حالي. لا مستحيل. أنت غالي على قلبي بخسر حبيبي أنت. ما حسناتي. بخسر حالي وبخليه شيف ديما تعلق أي تعليق. وبقول لك بعمل كل شيء غلط. بتبلش معي من الجلوبز. لو سمحت شيف تيمور الجلوبز. آسف شيف ديما. سكينة مش ماضية. لو سمحت شيف تيمور اغلي لها أنا آسف شيف تيمور. والمقلاي باردة. والمقلاي باردة. كل شيء بدي أعمله غلط. إيش يا لولو؟ نعم. بلشنا؟ نعم. هي بلشت. لا قصدي بالأصوات والألي وال... أنت مش شايف عند الستيشن فل. لا آه. يعني وجعني قلبي بس بدي أحكي للست ليلى والست مها. أيوة. إنه مرق من الوقت 15 دقيقة وضل معانا 15 دقيقة. بما إنكم أنتوا تنتين عاملين الرز، شو أخبار الرز؟ أنا خلص. خلص؟ نعم. ما هبلشت بالرز؟ ما بدي أبلش فيه هي. يلا الله يرضى عليك. شو رح تكون النتيجة؟ مين رح تتأهل معانا؟ مها ولا ليلى؟ خلينا نشوف بنهاية الحلقة. ست النكهات أحلى ستات. شو يا صبايا؟ ليلى مها؟ ليلى؟ أيوة مها؟ ولا حد سمعنا شو؟ بس أنا بصراحة عن جد يعني أنا مش عارف كيف بدي أحكي. هلا بنشوف شيف. ليه؟ ده مشاعري طاغية على التحكي. بس لسه بس عندك شيف، ما هو ما فيش هلا لسه عندك الطبق النهائي، الطعم، النظافة. حلقة اليوم جد أنا مش عارف أحكي. بس المفروض بالتحكي ما يكون في مشاعر. كيف بدي أعلن اليوم؟ عادي شيف تعود. ما في مشاعر. بقرش ما في مشاعر. تحكيم. طلع عليهم. تحكيم. بروفيشنال. أنا مشكلة أنت تعرف شو حيصير؟ وأنا هاي الشغلة بدي أنوه فيها للمشاهدين. إن أنا راح أحكم اليوم. بعدين راح اكل بهدله بعد ما تخلص الحلقه. انت راح تتبهدل على كل بهدله بعد ما تخلص الحلقه، يا من ست ما يا من ست ليلى. كيف تحكم زي هيك؟ كيف كذا؟ بقرصوا لي داني ويخلف. شو رايك اليوم تعلن انت النتيجه؟ انا ما عندي مشكله. ما عندك مشكله؟ خلاص. اوه خلاص اليوم اعلان النتيجه على الشيف يوسف. أيوة. هذا لا يعني مش هاكل بهدل برضو. طب ليش معناته خلص خليك انت اعلن. تحس حالك قاعد بالبيت منظر القصدين مع الطنجرة 100%. بس ما هو ليه؟ عشان تحبس اكثر البخار جوا. ما هو الغطا بسكر. لا هيك خلص عادات تقليد سيدي. ماشي. زي ما تقص البصل على ايدك ما بتستعمل الكاتنج بورد. صح. فهمت عليك كيف؟ عادات تقليد ما بتقدر تغيرها. مثلا من احد العادات التقليد انهم بيستعملوا السكين الصغيرة في كل التقطيعات. هذه 100% من أناناس عن جد من عادات وتقاليد ست النكهات صار هذا فعلا.
ست مها بسلم عليك المقلة. هي عم بسلم عليك المقلة، بقول لك اسمعي الله برد عندي. والله هي عم بردان، كثير بردان يا ست مها، كثير بردان كثير بردان. ارفعي الحرارة. هي أكثر شيء تسعة. تسعة؟ والله. طيب ماشي. شو بقول لست ليلى؟ شو ست ليلى؟ ليش حاطة قصدير علي؟ قصدير ليش يا ست ليلى؟ ايه؟ ليش قصدير؟ على الرز. أنا عارف إنها على الرز بس ليش؟ خلص. ولا منهم قصدير. تبقى من الوقت 11 دقيقة. انا بس بنزل شوي. انا حاسك نفسك تضلك في المطبخ اليوم. لا انزل بس. الفرن هيك احلى شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ ليه متوتري؟ ليه انا نازل عندك عشان هيك اغير لك المزاج. انا حاسه حالي مش راح الحق. ليش هو زمان لحقتي؟ يعني وزي ما لحقتي عادي. احنا انبسطنا فيكي وانبسطنا بطبخاتك وكيفنا عليكي وشفناكي وطبختينا طبخة حلوة وصلى الله وبارك. شفت الفرن داير من فوق ولا من تحت؟ الفرن وين بدك يضوي؟ انا بدي اضيلك اياها. ابشري ابشري. اليوم حلقة ست النكهات على برعاية تيمور. اليوم شفت تيمور طابخ. برعاية تيمور اليوم ست النكهات. هيو ضاوي يا اختي، ضاوي ضاوي خالتي. اقسم بالله ضاوي يا خالتي. ضاوي يا خالتي. شكرا يا خالتي. والله ايوه ايوه. بدي اذكركم بضروره استخدام منتج كنور من مرقه الدجاج الفوريه او غيره. ليلى استخدمتي المنتج؟ كثير يا هلا. وين ادم لك اياها؟ ليلى عم بتطبخ تيمور. انا برايي تسالي مها بجوز تسمعنا اليوم. شايفه أم اللول؟ نعم عزيزتي. بدي معصرة ليمون. طب أم اللول بس اسمعيني شوي. الله يرضى عليكي. استخدمتي منتج كنور ولا لسه؟ نعم بالتتبيلة. أيوة. بالدجاج بدي استخدمه بالصوص. وايش بدك عصارة ليمون؟ بالله يا شفتي وبالأرز كمان. برضاي عليك بما انك واقف بالمطبخ عصارة. بالله عصارة يا شيف. هيك كمان عم نساعدك عشان ما تقوليش. طيب يسلموا. شكرا. ايش عم تعملي هلا؟ عم ببرش الزنجبيل للخلطه هاي. للخلطه اللي قدامي؟ لا مع اللحمه. مع اللحمه. مع اللحمه. طب وهذا الابيض ايش حطيتي فيها؟ هذا صويا صوص وشويه مي ونشا وعسل. تمام حلو. ست مها. ايوه. انا بعرف انه انت يعني زعلانه شوي. لانه مرات الواحد بظروف معينه الوقت ما بيساعده فبين عليه شويه زعل. فانا يعني انبسطي معنا زي ما انا حكيت اول حلقه، انبسطي معنا في الطبخ. شيف يوسف بدي اسالك سؤال. تفضل حبيبي. بما انك اليوم انت يعني او خلينا نحكي انت بالعاده بتحط اكثر النقاط انت كاتب. أنا لا ما بلشت النقاط، بجمعهم بالآخر بس. أنا كاتب الكومنتس اللي كالعادة بكتب. لا مش ضروري. خلص ضروري شوف الكومنتس. بس عم بقول لك يعني هل راح تكون هاي الحلقة شديد ولا غير شديد؟ لا راح تكون ممتاز لطيف. أنا عم بنصحك قاعد. لا بصراحة مش لهيك. لا والله أنت حكيت كلمة قبل شوي إنه هذول هم هدول بركة سيدي. هدول بركتنا. ما بتقدر سيدي. تعاملهم كما بتعامل الشيفس أو ما الأكاديمي وهذا. لا فلا
صراحة نص شوية نصائح وبعدين خلص. شو رأي علي نقاش وأنا؟ والله حكينا عليك كثير شيف. كثير حكينا عليك شيف. بالخير إن شاء الله شيف. لا هو سألني إذا رح كثير حكينا عليك كالعادة. يا ويلي. وأنا جوابي كان لا. يا ويلي. صراحة. طيب. لا. ليه؟ ما بقدر. ست. مها. أيوة. ست ليلى. نعم. أول شيء. خلص الوقت. انظروا علي. لا يعني آه. بس بدي ابتسامة. ست مها. ليلى. أيوة. نعم. شغالتي. اضحكي. ابتسامة. ضايل 60 ثانية. لا. عن جد؟ عن جد؟ كيف أنا بتبسم هيك يعني؟ جيم أوفر. خلص. هيك أيوة خلينا نبتسم نضحك. بلا عن جد. كل شوي راح أعمل نفس الحركة. بلا عن جد. خلينا نضحك نبتسم. لا ما راح خباره راح اضلني وراكم ابتسامه كمان مره كم دقيقه بالله يا 50 ثانيه الله أيوة. يسعدك بطل الدقائق 60 خليها طريقه هيك صارت ثواني فيها ايوه هاي اسمها مورني ها خلاص خلصت بس خلاص خلصت طيب بس اسكب بس عادي عادي انت بتنتهي هسه بتسكب ما في مشكله ما في مشكله بس هيك كمان مره على الكاميرا ابتسامه اسمها ايوه 30 ثانيه ها عشان ايش ما نزعلش من بعض انا عامل حساب يعني هذه الحلقه يلا كمان مره ست مها ابتسامه 20 ثانيه شكرا يا سلام عليك خليني جايك جايك خليك معي شوي انت خليك معي شوي ايوه خلي هاي الابتسامه عندك ست ليلى يلا اعطيني النظره طلع علي هون يا ست ليلى ست ليلى يلا طلع علي هون ابتسامه 10 ثواني سؤال المشكله انه مش فارقه عندهم عرفت خلاص خمس ثواني أربعة ثلاث اثنين واحد وهيك بتكونوا أنتوا خلصوا طبخ واسكبونا الأطباق الشهية اللي فيها مشاعر مليئة وأنا والشيف يوسف والشيف ديما بنرجع لكم بتجربة الأطباق يعطيكم العافية المتسابقات خلصوا أطباقهم واللجنة متحمسة للتذوق خلينا نشوف شو رح يحكم الطعم ست النكهات أحلى ستات دكتورة ربا كيفك؟ أهلاً أهلاً شو رأيك باللي عملوه الصبايا اليوم وكيف دمجوا الفاصوليا بالأكل؟ أول شيء يعطيكم العافية أطباق هيك غنية من ناحية بروتين ونشويات وخضار عندي بس شوية ملاحظات ممكن يستفيد منها المشاهدين أو ستات البيوت بالنسبة للصويا صوص طيب كتير بالأكل الفرق بين العادي واللايت اللي هو بكون أقل بالصوديوم مش أقل بالدهون هي بتفرق بكمية الصوديوم المضافة فبرضه بنقدر نستخدمه حتى بحميات الدايت والقليلة بالسعرات كبديل كمان عندي ملاحظة بالنسبة للفويل دائما يفضل ما يضله كتير متقرب مع الأكل لفترة طويلة أو خاصة إذا عم نستخدم مادة حامضية أو فيها بندورة يفضل ما تضلها لفترة طويلة ونستخدم بدائل تانية كمان هاي من الناحية الصحية والسلامة الغذائية يعطيكي ألف عافية دكتورة وشكرا لإلك شكرا لإلك ندوق الأطباق بعد هيك ليلى ومها أبدعتوا يعطيكم ألف عافية بصراحة الأطباق شكلها مشهي وصار وقت إننا نذوقها ورح نبدأ بطبق مها ما هي يعطيكي العافية الله يعافيكي بصراحة يعني اليوم أول إشي بحييكي على أدائك بالمطبخ وعلى وجودك معنا أنا بعرف قدراتك بالطبخ وبعرف إيش أنت بتقدري تعطي وبصراحة حبيت الأكلة مع إنها بسيطة يعني مكوناتها بسيطة أو قليلة خلينا نحكي ولكن الطعم عندك واضح راكز نكهة الصلصة اللي عملتيها بالعسل والنشا والصويا صوص ممتازة سوى اللحمة جيد
هلا هي اللحمه عاده بالمنغوليان بيف بتكون مغلفه شوي اكثر او القلي بيكون ديب فراي، بس انا ما عندي مشكله اكلها هيك ما بمانع. وفلفله الرز البسمتي معك ممتازه، فبصراحه زاكي يسلم ايديك. شكرا حبيبي. شكرا شيف مستر يوسف. مها يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس الخطوات في المطبخ كانت شوي عجب، كان كل إشي على البورد، يعني كان في مشكله بالنظافه صراحه. يعني استعملت اكثر من بورد، لاحظت انه اللحمه ونقلت البورد. واصلا اول مره لما قطعت الفاصوليا وديت البورد هناك شفته، بعدين المشكله انك رجعت البورد تشتغلي عليه الثوم البصل وعليه لسه الباقي اللي مقطع اللي من هناك، فيعني راح ورجع نفس الإشي، ما حتى تنظفه ولا مسح. هلا على كل حال دائما لما نشتغل على اي بورد نحاول ان نفضيه عشان نعرف كيف نشتغل. اللحمه اللي عندي انا بصراحه مطبوخه من جهه، من الجهه يعني من هون هيها من هنا مسلوقة سلق، ومن هاي الجهة محروق، يعني هي زي كأنه ما تحركت مزبوط. إحنا بنعرف المنغوليان لازم حرارة عالية وضله يتقلب بسرعة، يتقلب بسرعة زي يعني يا بيكون زي ما حكيتي شيف ديب فرايد أو بيكون بوك اللي نعمله بهذه الطريقة. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا معها. شكرا شيف. أيوة هاي اللي بدي أنا، هاي الضحكة اللي أنا بستناها عشان أعرف أحكي معك لأنه مش قادر أحكي. طيب انا زي ما حكيت في اول حلقه ما راح احكم لانه انتم زي ما بيقولوا يعني خلاتك. بس انا بدي احكي شيء، انا ما توقعت اقل من هيك. احنا بنعرف انه انتم تنتين ماهرات، تنتين سريعات، طبخكم بشهي. اذا انا عندي ملاحظه راح تكون عندك وعندها فقط، نفس الشيء اللي هو انا شفت الخطوات للفاصوليا، انا شفتك عملتي لها بلانشينج اللي هو طلع اللون الاخضر اللي فيها، بس الفكرة عشان تطلعي اللون الأخضر فيها يضل موجود فيها لما بدك تحطيها أنت مع المنغولين أو أي طبق تاني خاصة آسيوي، هو بنحط في آخر الطبخة مرة مرتين ثلاث عشان تحافظي على اللون الأخضر. غير هيك أنا آسف. شكرا لك، أعطيك العافية، بدعت اليوم معنا. شكرا. طيب رح ننتقل لطبق ليلى. وبالنسبة لطبق ليلى هي حبت تقدمه بطريقة معينة وقالت لنا أنه نشيل الورق القصدير على الطاولة، فخلينا نشيلهم مع بعض. تفضل شيف. يعطيك العافية. هو كطريقة تقديم أكيد حلو، ولكن يمكن لأنه أنا البورد اللي عندي صغير فشوية هيك كركبت أكتر. عند الشيف تيمور 100% دورت على بوردات زي بعض. زبطتك ليلى. ليلى يعطيك ألف عافية. خلينا ندوقهم. يلا. مالك يا ليلى؟ ماليش، طلع عليك. استني يلا شوفي. ستي هلا انا اللي بحبه فيك بصراحه الابتكار، يعني عندك هيك دائما ابتكار بطريقه التقديم كمان. كثير حبيت انك اخذتي يعني كيف بدي اقول لك خطوه زياده، ويعني حسبتي على حالك خطوه زياده بحتى تقديم الدجاج جوا خبزه التورتيا، وهذا بياخذ وقت اكيد، والرز زاكي والخضار طيبة وكل شيء. بس أنا دائما بحب إنه لما بنعمل أكل مثلا باسم مسمى، يعني معروفة بمسمى معين، نعملها زي ما هي متعارف عليها. على البيكاتا كيف تنعمل؟ هي صلصة في إلها صوص. فأنت لما قلتي لنا بيكاتا أنا كنت مفكرة إنه صدور الدجاج مع صوص الليمون وزي ما بتنعمل بالضبط. فأنت بالنسبة لي هون قدمتي لي صدور الدجاج ولكنها ناشفة، يعني كدجاج كنت مستنية مع صلصة. عدا عن ذلك طريقة تقديمك كتير مبتكرة وكتير حلوة، والأكلة طيبة، وأنت ست فاضلة ومتشرف فيكم أكيد في مطبخ ست النجاح. شكراً. شف تيمور. شف يوسف. ست ليلى يعطيك العافية. الله يعافيك. واحدة من الشغلات اللي كنا نتناقش فيها أنا والشيفس وأنت عم تطبخي هو ليه حطينا ألمنيوم فويل على الطنجرة عشان الرز؟ لما يكون الغطاء منيح ما في داعي إنك تحطي ألمنيوم فويل. لو انه في نار عندنا هون بدل ما هو بهاي الطريقه كان ولع الالمنيوم فويل، وهذا ممكن يعمل لك مشكله بالمطبخ. كفته انا ما كان عامل هيك. كفتي ايش؟ طيب برشوت من بس ديري بالك هي لانه كهرباء ساعدك. مشان الله النظافه بالمطبخ واستخدام الكفوف، وبالذات اهم شيء الخطر. انا بعرف انك استخدمتيهم بس ما غيرتيهم. أنا بقول لك بين المراحل الدجاج أكثر مكون خطر ممكن إن نشتغل فيه في المطبخ.
ومن هون لهون ممكن انه ينتقل يجي على الخضره يجي على الرز على الشغلات الجاهزه، ممكن انه ياذينا، ممكن انه سالمونيلا لا سمح الله او شيء زي هيك. بالنسبه لطريقه التقديم اتليست اتس كرييتيف، يعني انت طلعتي بطريقه حلوه للتقديم، طلعتي من المعتاد وفكرتي بطريقه، حطيتي افورت انك تقدميها بهاي الطريقه. لما بدك تطلعي إشي من الفرن ما تطلعي بمحرمة فاين، الله يخليكي البسي الجلوفز تبعون المنع، عارف بتلاقي بتلاقي والله بتلاقي عشانك انت، انا والله عشان ما تنحرم بحكي لك طلعيهم زي هيك، بس لا بصراحه المرح ازيد على اللي حكته شيف ديما، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك، اسلم. مش عارف شو بدي احكي. يلا شوف شو بدك، يلا شوف حكي. اول شيء وعديني هلا هون على الهواء انك ما راح تحكي لي إشي تحت الهواء ابدا ابدا. مويد هاي مشكله الملاك، ابدا ابدا خاف من الملاك. طيب انا راح اعلق تعليقين لك بس، وما راح احكي لك اي شيء، وانا من هلا بقول لك انا اسف على راسي كل شيء كل شيء كل هالشغلات. الشغلتين مهمين جدا. اول شغله زي ما حكيت الشيف ديما مش بيكاتا، انا بالنسبه لي هو سكرب دجاج، انا اسف جدا شكرا ما ترجعيني يعني. ثاني شغله نفس الملاحظه انا بدي احكيها لك، مع انك انت عملتيها يعني، انا شفتك عملتيها بس ما عملتيهاش بالفاصوليا اللي هو لون البروكلي عندي اخضر، يا سلام. بعدين صار عندي لون الفاصوليا لون ثاني، فكان استعملتي نفس الخطوات مع الخضره. غير هيك انا اسف شكرا، نورتينا، يسلم ايديكي. وهلا بدنا نحكي مين راح يفوز معنا ببرنامج ست النكات الموسم العاشر. شكرا، انبسطنا كثير فيكم. تسلم. هلا الاطباق النهائيه، بصراحه لما وصلوا الاطباق النهائيه في الطبقين كانوا ما بقدر اقول متوازنين بالاخر، لا كان في واحد منهم محطوط بطريقه بسيطه جدا، تقدم لنا بطريقه بسيطه جدا، اما الصحن الثاني كان متعوب عليه شوي، كان في فكره، كان في شويه ما بقدر احكي ابداع بس انه تفكير خارج الصندوق. اوكي وانت خلاص هاتي. طيب انت بدك تعلن ولا شيف يوسف؟ لا 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 هو هو شيف يوسف. لا انت راح تعلن. يلا. انا المغضوب علي اليوم اللي بدي اعلن النتيجه. انا كمان مره برجع بحكيها هلا بعيدا عن المزح وبعيدا عن اي شيء، احنا فعلا جد اليوم بسطنا معاكم، وجودكم معنا بالبرنامج دائما اضافه ودائما بحل البرنامج، دائما برفعه للاعلى. وبضيف اخر شيء، انتم نورتنا. شكرا. فان شاء الله احنا ما نكون قصرنا معاكم، لكن اللي راح يضل معنا للمرحله القادمه من برنامج ست النكات هي ألف مبروك ست ليلى، تربح معنا هذا المرحلة هاي. ما تزعلي جدا حبيبتي معها. لا والله ما رح أزعل، ليش بدي أزعل يعني. الله يسعدك يا رب. هاي هي المسابقة وهاي هي شروط المسابقة، واحدة من المتسابقات أكيد تتأهل معنا للمرحلة الثانية زي ما تعودتوا، واحدة بتغادرنا للأسف. كثير مبسوطة، مش شوي، كثير كثير، رغم أني حزينة كثير بس مبسوطة كمان بنفس الوقت اني اشتركت بالبرنامج. والله انا كثير كنت مبسوطه يعني، بس بصراحه الكثير التوتر زاد عندي كوني اشتركت قبل هالمره، زي ما تقولي علي لود شوي كان. المشاركه اللي معي كمان قويه، انا ما بنكر، وعملت طبق حلو، بس في إشي بيلعب دور بهاي المسابقات، انا بحكي ممكن في بعض الاحيان الحظ. كل شيء نصيب بهالدنيا. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال، ولاقونا غداً بنفس الموعد مع ست النكهات. إلى اللقاء.